انا عايزه اكلكم النهارده البرجر الاساسي اللي هو من مطعمه من بيته من بابه. هنعمل مع بعض البرجر الامريكي او البرجر الاصلي اللي احنا بناكله في المطاعم من بره. هنعمله ازاي؟ كميه اللحمه اللي عندك مفتوحه، يعني حسب انا عايزه مثلا اكل 5 6 7 8 انا وكميه اللحمه اللي عندي او عدد الناس اللي هياكلوا النهارده. طب انا النهارده عامله لك ايه تعريف البرجر يعني، فهنسمي بسم الله وهقول لك واقول لنفسي على المقادير بالظبط. لو عندي كيلو لحمه مفرومه لازم يبقى داخل الكيلو ده 200 جرام دهن، لازم. البرجر من غير دهن ما ينفعش، يبقى كل كيلو لحمه مفرومه او بمعنى اصح كل 800 جرام لحمه هنزود عليهم 200 جرام دهن ونفرمهم كويس جدا. البرجر برضو يبقى مفروم ناعم. طب نقول المقادير اللي هنشتغل بيها دلوقتي. عندنا 300 جرام لحم مفروم ملبس، ملبس دي يعني فيه دهن، معلقة توم بودرة ومعلقة بصل بودرة، معلقة فلفل اسود او رشة صغيرة بالفلفل الاسود، والسر بقى اللي بيخليها جوسي وفيها عصارة طعمها حلو كده وما تعرفيش طعم الحلاوة ده جاي منين، معلقة الديميجلاس ومعلقة كاتشب او معلقتين كاتشب حسب الكمية. لو هتعملي كيلو لحمة حطي نص كوباية وقلب الجامد. عندنا بقدونس مقطع وفلفل برينواز مقطع، ده عشان نزين بيه البرجر عايزين او مش عايزين. طيب بصوا بقى يا جماعه، عشان نعمل شويه بصل، كان زمان البصل عندنا بحلقات كده وزي الفل، دلوقتي البصل بقى مكرمل. عشان نكرمل البصل صح ويطلع زي المطاعم بالظبط وبيدي تيست حلو جدا جدا للقمه، هنحتاج كميه البصل اللي انت عايزاها، مثلا بصلتين متقطعين حلقات، والحلقات يا ريت تبقى رفيعه، كل ما ترفع منك كل ما النتيجه تبقى اسرع واحسن. معلقه سكر عادي من البرطمان وملح وفلفل اسود، ده كل قصه البصل المكرمل. طيب عشان نقدم بقى الـ 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 البرجر بتاعنا هنعمل ايه؟ عيش اللي هو عيش الكايزر المدور ده، وحلقات طماطم، شويه مايونيز، شويه كاتشب، خس، ويا ريت الخس يبقى بلدي. وهنحكي مع بعض قصه الخس مع بعض. نسمي بسم الله الاول، واول حاجه نبدا بيها البصل بتاعنا. عشان نعمل شويه بصل كده زي ما المطاعم بتقول، نعمل ايه؟ نشغل البوتاجاز الاول، نحط ماده دهنيه اي كان عندنا، زيت، سمنه، زبده، اللي احنا عايزينه. هنجيب شويه زيت صغيرين بسم الله ونحطهم في قلب الطاسه كده، بصوا بصوا الجمال اهو. وفي نفس الوقت هشغل على الطاسه الثانيه الجريل عشان تسخن قوي عشان اشتغل معاكم فيها ايه؟ البرجر. حلو، هسيب الطاستين يسخنوا كده ونتكلم مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، البصل المكرمل ده مش برجر بس، ده لو بطاطس متحمره في قلب الساندوتش وحطيتي فيها شويه بصل مكرمل بقت بطاطس هات، اول طه بتترقى بتطلع درجه. فتغيير الاكل مطلوب قوي قوي، لان ولادنا كلهم داقوا التست بره، غيرنا خالص، احنا كنا ناس طيبين كده واي حاجه بنرضى بيها، فاولادنا داقوا التست بره، فلازم نعمل لهم تست اعلى، نظافه اكتر في البيت، توفير طبعا. يعني بمعنى ايه توفير؟ هي اللحمه فيها توفير يا حوريه؟ اه. هو انا النهارده لما اجيب ساندوتش من بره بكام؟ يعني ايامنا احنا كان بكام؟ ب 50 جنيه ب 40 جنيه مثلا؟ دلوقتي بيقول لك عدى، بيقولوا قالوا لي تمام؟ انا لما اعمل اجيب كيلو لحمه مفرومه واجيب شويه حاجات تناسبني جنبها واعمل شويه ساندوتشات، شوفي هتاكلي كام؟ شوفي هتعيني في الفريزر قد ايه؟ شوفي في الاخر التكلفه هتوفر معاكي كام؟ من هنا بيجي التوفير. من هنا بيجي التوفير.